اللي حصل بالظبط ان انا جالي تليفون حوالي الساعه 11 الا ربع ان في ان اتوبيس المدرسه عمل حادثه، وبعديها بخمس دقايق جالي تليفون تاني. والدتي كانت مع ابني وبنتي في الرحله، كلموني وكلمتني وقالت لي ان في حصل حادثه وتعالى بسرعه احنا مش لاقيين مصطفى. رحنا المركز الطبي، محمد دخل قعد يدور جوه، طبعا انا كنت واقفه بره، لقيت محمد طالع بيقول لي مش لاقي مصطفى. فمش لاقي مصطفى ازاي؟ فقال لي مش لاقي غير غاليه وماما. فقال لي طب ادعي ربنا ان احنا نلاقيه، ميت ميت بس نلاقيه. كان التقرير اللي موجود في المستشفى ده تقرير الرحله او كشف اسامي الناس الموجوده في الرحله. سالت تاني على مصطفى، قالوا ان هو روح دور في المستشفى في التجمع الاول. اول ما وصلت واحنا في الطريق الناس بلغتني ان هو مصطفى توفى خلاص، لان اسمه نزل على موقع في النت ان هو من الوفيات. واحنا في المركز الطبي جالنا تليفونات كتير قوي من المستشارين عشان يمسكوا القضيه، بس عارفه احنا كنا مدبوحين، يعني مش في دماغنا اي حاجه، خلاص يعني هو مات، طب هنعمل ايه بالقضيه؟ وكل اللي يكلمك يقول لك تعويض. تعويض ايه يعني؟ احنا في الوقت ده لو قالوا لنا خدوا نور عينينا وهو يرجع هنقول لهم ياخدوا كل حاجه، كل حاجه يعني. فبصراحه موضوع القضيه ده ما كانش في دماغنا اطلاقا، ومش ما كانش في دماغنا احنا ذات نفسنا، ما كانش عندنا اي مساحه ان احنا نفكر في حاجه. احنا دخلنا بعد ما النيابه عملت استئناف، كان اول جلسه كانت يوم الخميس اللي فات، دخلنا وقدمنا ان احنا بنثبت حضور. القضيه اتاجلت لغايه يوم 15/10. المفروض ان احنا لينا طلبات هنبدا نرفعها يوم 15/10 لينا كناس كانت موجوده في القضيه. انا كان كل في دماغي، وطبعا ده ثقه في ان الناس اللي كانت متخذه مجرى القضيه، لان انا لما سالت قالوا ان النائب العام هو اللي مدعي الشق الجنائي في القضيه بصفته وشخصه، عشان كده انا ما تدخلتش، لان انا واثق ان هيحصل مجرى كويس للقضيه. هو مصطفى متوفي بقاله 6 شهور ونص. حسن مصطفى قضيته اتنست. عايزه اقول لكل واحد في مصر، انا ابني دخل بيتك وشفت صور واكيد حسيت بيه، بس حسوا بيه اللحظات وبعد كده اتنسى. طب مصطفى حقه فين؟ انا مش معترضه ان هو مات، بس دم مصطفى اللي على القطر مين السبب فيه؟ انا بقول يا رب انا عارفه ان هو عمره خلص، بس هو طب هو ميت مغضوض ليه؟ عمل ايه؟ هو ميت عنده 9 سنين و3 ايام. عارفه احساسك كأم ان انت تقعدي تفكري هل هو حس بايه وهو بيموت؟ هل هو شاف القطر داخل عليه؟ مش عارفه، بس عايزه اعرف حقه عند مين. انا مش عايزه فلوس ولا عايزه تعويض، انا عايزه اللي غلط يتحاسب. بس لغايه دلوقتي بقاله 6 شهور ونص مفيش اي حاجه حصلت، والموضوع زي ما بتقولوا ما بيقولوا اتنسى. بس فانا عايزه حق مصطفى، كل اللي انا عايزاه حق دم مصطفى اللي على القطر. انا اي حاجه عملتها كان مصطفى مرسوم عليه، يعني هي مرسومه على مصطفى بس. انا لي 3 اخوات تانيين، بس انا كانت حياتي كلها مرسومه على مصطفى. مصطفى ابني بسم الله ما شاء الله كان حافظ 5 اجزاء من القران، كان الاول على المدرسه، متوفي بعد عيد ميلاده ب3 ايام. يعني هو كان عيد ميلاده يوم الثلاث 3/3، الحادثه كانت يوم الجمعه 6/3. اول طفل في العيله سواء من عندي او من عند والدته. كل نفس هو بيتنفسه كنا زي ما بقول لحضرتك بنسجله، ليه صوره. يعني مصطفى النهارده اتنفس، مصطفى النهارده اتكلم، مصطفى النهارده اتحرك، فجاه كل ده يروح. انا لغايه دلوقتي ما اقدرش اجزم مين المخطئ، يعني ممكن اكون انا سبب، بس انا مش عارف مين المخطئ. انا كل اللي بدور عليه انا عايز حق ابني يجيلي.